ازيك يا حسام؟ عامل ايه؟ انا كويس، اسف ان انا ضغطت عليك عشان كان لازم اشوفك. فعلا دنيا، انا شايف انه من الاحسن لك ان يكون موجود في حياتك الفتره دي. حياتي ايه؟ انا مش عايزه حياتي دي اصلا بعد اللي حصل لبابا. يا دنيا، ما ينفعش تفكري بالطريقه دي، لازم تبقي اقوى من كده بكتير. الحياه زي ما فيها وحش اكيد فيها حلو، ومهما كانت الايام اللي بنمر بيها صعبه اكيد الايام اللي جايه هتبقى احسن بكتير. الدنيا مش لون واحد بس. انا واختي اتكسرنا بدري قوي يا حسام، امنا ماتت واحنا لسه صغيرين. من ساعتها وانا مش شايفه الدنيا غير بلون واحد بس، وكل ما تيجي لحظه عليا تديلي امل في بكره تحصل حاجه تانية ترجعني لورا. يعني انا مثلا اول ما انت ظهرت في حياتي كنت فرحانه جدا، كنت مبسوطه قوي، بس بعد كده حصل موضوع بابا. يا دنيا، باباكي اكيد هيبقى بخير وتطمني عليه وتنسي الايام دي خالص. ممكن تسمعيني كويس، انا في الفتره دي فتره حساب مع نفسي، كل ده بسببك انت. انا اكيد عملت في حياتي حاجات كتير قوي غلط، بس دلوقتي انا ندمان على كل حاجه، خصوصا بعد ما شفتك وعرفت قد ايه انت انسانه نقيه وبريئه. عشان كده قررت اغير حاجات كتير قوي فيا عشان اليق بيكي. مش عارفه اقول لك ايه يا حسام، بس انا فعلا اضعف من ان انا ادخل في علاقه مع اي حد. اللي انا بقوله لك ده بجد، انا فعلا مفيش اي حاجه شغلاني دلوقتي غير بابا، بابا بس. هو في ايه يا عم حجاج؟ هو انا كل شويه حد هيكلمني في نفس الحوار؟ ما خلصنا بقى يا عم، صباح الفل، مشروعه اتاجل، عادي الفيلم اتاجل، ايه اللي فيه؟ فيلم ايه اللي اتاجل يا سيف؟ طب اقفل يا حجاج، هكلمك تاني. اقفل يا تيتو حبيبي. فيلم ايه اللي اتاجل يا سيف؟ لا ده انا كنت بهزي مع حجاج كده في حوار. حجاج مين ده اللي هتكلمه عن فيلم؟ واحد صاحب. طيب انت مش عايز تقول لي فيلم ايه؟ انا اقول لك. انت بتتكلم على الفيلم بتاعي يا سيف مش كده؟ اه يا عم بتكلم على الفيلم بتاعك. وبعدين مالك سخنان كده ليه؟ ده انت زي ما تكون دخلت تتخانق. لا ده انا مش زي، انا داخل اتخانق فعلا يا سيف. في يا طارق؟ هو ايه اللي حصل لكل ده يعني؟ انا مش عارف اخوك ماله بصراحه. البي استخدم مكتب واحد صاحبه وطبع ابلكيشنز واعلن ان في اوديشنز للفيلم بتاعي واختبارات ممثلين. حصل ولا لا يا معلم؟ حصل. ودي فيها ايه؟ ده انا كنت بجمع لك ارشيف فيه شويه وجوه جديده عشان تختار ما بينهم. فيها حاجه دي يا ساده؟ ما اعرفش، يمكن كان لازم تقول له قبلها. ده اولا، مع انك عارف ان اولا دي انا ما كنتش هوافق عليها خالص. ثانيا يا بيه، وده الاهم يا هان، البي ده خلوا خلال اسبوع 1000 واحد عايزين يمثلوا، كل واحد سحب ابلكيشن ب 100 جنيه، وفي الاخر الفيلم بتاع طارق النعماني مش هيتعمل، فالناس تفتكر كلها ان طارق النعماني نصاب. انت عملت كده بجد؟ لا هو انا مش مصدق الاوفر اللي انا بسمعه يا راجل. يعني انا عايز اساعدك، جاي انت زعلان وفي الاخر عايز تطلعني نصاب؟ وبعدين الناس اللي دفعت دي عارفه كويس قوي ان احنا ممكن في الاخر ما نختارهمش. يعني انا ما نصبتش على حد. انت عارف كويس جدا ان اللي عملته ده اسمه سرقه ونصب، واخر مره يا سيف تستخدم اسمي او حتى تقرب منه، وده اخر تحذير ليك. ماشي؟ انت ازاي تحطني في موقف زي ده؟ ازاي تتصرف بالشكل ده؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تزعقي في اخوكي وتقولي له عيب تكلم جوزي بالمنظر ده، بتعومي على عمه؟ بص يا سيف، انت كان المفروض اقسم بالله كلمه كمان وهتبقي طالق، انت فاهمه ولا لا؟ للأسف الدكتور أكد لي إن كل اللي حضرتك فيه ده بسبب عقاقير حضرتك كنت بتاخدها أو حد كان مديها لك وأنت ما تعرفش، وده سبب كل اللي أنت فيه. وطبعا ولاد حضرتك ماشيين في قضية الحجر دلوقتي، طمعانين إنهم يهدوا المدرسة ويبيعوا الأرض، بس ده مش هيحصل ولا الدولة هتسمح لهم إن يهددوا مستقبل الطلبة دي. اطمن انت، بس شد حيلك وارجع لنا بالسلامه.